السلام عليكم. تريد تحفظ بيتك من الشياطين؟ صورة الأعراف وحديث الكساء، تعلق الصورة المباركة الصبح مباشرة بعد حديث الكساء، وتعلقها بالليل بسماعة أو بالتلفزيون كأنك على الإنترنت. أي شيطان ببيتك ما يقدر يطب. بالمناسبة يعني أنت هذا الشيء تسويه يومية، راح تشوف بركة مو طبيعية. وإضافة لهذا، لا عمل لا شيطان لا أي شيء مو زين يدخل بيتك. السلام عليكم ورحمة الله. Likey.